これはまだ絡む。Yoruldum. Yokluğu nefes aldırmıyor bana. رأينا في الإعلان الثاني للموسم الثاني من مسلسل ظهور الدم استمرار حزن باران على اختفاء ديلان واختطافها وندمي على عدم القدرة على حمايتها. وكان باران جنب قبر والدته وظهرت ديلان في مكان ما وهي مختطفة ولم نعلم من قام بهذا وكيف حصل، وكان واضع عليها الحزن والانهيار. وتبقى الأحداث غامضة في انتظار بداية الموسم الثاني.